مرة أخرى فما حاجات غريبة وحاجات مش معقولة بالكل. بمعنى اليوم في لجنة التشريع العام فما مبادرة تشريعية تتعلق بالأغلبية اللي باش يقع بها إعفاء الحكومة من المهام تاعها وتقديم لائحة لوم ضدها مرعنا، وأنه يتقدم مقترح يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطني التأسيسي ما كانش موجودة بالكل، وباش يقع إحالتها غدوة على المجلس الوطني التأسيسي لأنه ما عادش فما حتى إمكانية أنه تطرح المسألة دي مرة أخرى، خاصة وأنه باش يقع المصادقة على الدستور، بمعنى وأنه هناك نية واضحة من نواب ونواب الأغلبية أنه يقع صرف المنح وصرف الزيادات نتاع منح النواب. لذلك أنا أدعو الشعب أن ينتبه لشيء هذا، لأنه من غير المعقول هذا يعتبر غدر، ويعتبر معناها بعد موقع المصادقة على فصول الدستور ويقع تمريره في لجنة التشريع العام وباش يقع تمريره إلى الجلسة العامة، هذه تعتبر مرة أخرى طعن في ظهر الشعب، وتتعبر على لدى البعض على نهم وجشع وطمع، واللي أنا نطالب الشعب باش ينتبه إلى هذا وأن يقوم وينتفض ضد المجلس الوطني التأسيسي في حالة وأنه يقع تمرير هذا في الجلسة العامة ويقع مصادق عليه في الجلسة العامة. والأغلبية اللي هي من كتلة الأغلبية قالت مروا الجلسة العامة، ما فهمش علاش أنه بيستمر الجلسة العامة، لأنه إذا تعدل الجلسة العامة الأغلبية تريد أن يتمرر هذا القانون. من كتلة حركة النهضة هم الذين صوتوا باتجاه وأن يمرر هذا إلى الجلسة.